سلام، سميتي دانا الرائي، كنقرا في دوزيام اني كوليج، عندي 14 عام وساكنه في كازا. التجربه العمل ديالي كانت تجربه رائعه، وان شاء الله ما تكونش اول مره، ان شاء الله مازال نتلاقاو مع نفس الممثلين في اعمال اخرى، علاش لا ان شاء الله. كيعالج القضيه ديال التنمر اللي ولات اللي ولاو كيتعرضوا لها المراهقين بزاف، واللي كتاثر على النفسيه ديالهم، وكيولوا عندهم نقاد عقد نفسيه. كنحط فراسي في لا ميم سيتوياسيون ديال لينا، كون كنت لينا شنو كانت لينا غدير، كيفاش كانت غادي تصرف، ماشي زعما غير كنحفظ وكنعرض، كندخل في الدور. كان ليا فخر، فخر كبير، وهما عزازين عليا بزاف، سورتو هدى مجد ومحسن المازي قرابين مني بزاف، دوزنا وقيته زوينه، وما كرهتش ان شاء الله نعاودو نتلاقاو في شي عمل اخر. كان هو واخا عنده بزاف ديال المشاكل، ولكن بنته عزيزه عليه بزاف، وكيحاول بقدر الامكان يعطيها الوقت ديالها ويهتم بها. بصراحه كان فضل كبير للمدرسه ديالي، حيت قدروا عاونوني، اتفقنا معهم فوقيته ديال التورناج غادي نبقى نمشي نتورني وما نجيش واحد المده للمدرسه، ولكن موراها ان شاء الله ملي رجعت راه حاولت نرجع كاع داكشي اللي فاتني. هما صعوبات سي نورمال، حيت كيف ما قلت لك بلي راه اول مره، اول عمل ديالي سينمائي، واجهت شويه ديال الصعوبات في انني قضيت في الاول، ولكن بعد حاولت خدمت على هذه القضيه وعالجتها، ديال انني فهمت نكون ضحكه عادي بحال هكا، وخصني صافي معايا يقولوا اكشن خصني نبكي هي نبكي، كانت شويه صعيبه، ولكن موراها كنت كنحاول ناخذ وقت ديالي لراسي، نتفكر شي حاجه كضرني، شي حاجه كتبكيني، باش نقدر نتقمص الدور ونبكي. وهو الصراحه بعدا واحد الحاجه ما نكذبش، في الوسط ديال التوناج كنت فيما كنصور شي سيكونس كنمشي الناس تجي السيكونس الاخر، كنت بديت كنعيا تحت فيق بكري بزاف الحوايج، ولكن واخا كنحس براسي كندير شي حاجه زوينه، يعني بزز مني غنوض ندير هذه، هي غنوض ندير هذه. ان شاء الله بغيت نشد الباك ونكمل قرايتي على التمثيل، وان شاء الله نولي ممثله كبيره ان شاء الله. بور لانستون مازال، ولكن هضرنا في شي حوايج بحال هكا، دي بروجي ان شاء الله غيدار ونقدر نشارك فيهم. دابا انا كنت ديجا كندير لي بوب، وموراها دوز كاسينغ على هادشي ديال فيلم ولا مسلسل ولا شي حاجه بحال هكا، صافي موراها عجبهم البروفيل ديالي وعيطوا لي باش نلعب الدور ديال لينا. وبنقول لك الصراحه انا ما نكذبش عليك، ما يقدرش شي وحدين يجيهم في شي شكل ولا نبان لهم في شي شكل، انا الصراحه ما عنديش قدوه، انا كنبغي نكون كيف ما انا ان شاء الله، يكون عندي بيرسوناج ديالي راسي. فنانه كيعجبوني هما كاع الفنانه ديال التلفازه كيعجبوني، شي با واحد الدور تفرجت في واحد الفيلم، انا زعما ماشي اي فيلم زعما شفته كنبغي نلعب داك الدور، هذا حسيت به انا نبغي نكون في بلاصه داك الممثله، عجبني الدور ديال وينز داي، ما كرهتش نلعب الدور ديال، عجبني الدور، هي عندنا واحد النقط مشتركه انه بريئه، ولكن ما كديرش افعال بريئه في الفيلم، في المسلسل، من غير انا عجبني بيرسوناج ديالها، داكشي كتبان عميقه، بيرسوناج عميق وقليل اللي غادي يفهمو،
هما نورمالمون كان في الاول ديسا انيمي موراها داروا فيلم. انا بعدا واحد الحاجه عجبتني انه لقيت بزاف ديال الناس ساندوني منهم عائلتي والاصدقاء ديالي في المدرسه. وحدين كاع قالوا لي نتصوروا مع قبل ما تشهري. النهار اللي عرفت راسي تقبلت في الكاسينغ عيطت لماما وبقيت كنغوت حيت فريمون فرحت بزاف. قلت لها ماما بنتك غادي تولي ممثله. فرحات لي بزاف قالت لي انا كنشجعك بنتي والمهم هو تقراي وتوصلي للحلم اللي بغيتي ان شاء الله. صراحه انا يا زعما هذا المجال ديال التمثيل هو ماشي شي حاجه غريبه ليا حيت انا من صغر وانا كنمشي مع خالي حيت خالي مخرج كنمشي معاه في لي تورناج من الصغر. كنت بقيت كنمشي كنشوف معاه الاجواء كي دايرين يعني كيف ما كنقولوا بنت الدومين من الصغر وانا عارفه الجو كي داير يعني فهمتي من الصغر وانا كبر عندي داك الحب ديال التمثيل. خالي هو السند الاول ديالي كيساندني في حياتي كلها في اي حاجه كنبغي نديرها وسورتو في المجال ديال الفن. بغيت نقول لي الله يخليك ليا يا احسن خال. الله يخليك ليا وان شاء الله نولي ممثله كبيره وهادشي بالفضل ديالك حيت كتساندني وكتوقف معايا. الله يخليك ليا. الصراحه واحد المشهد فاش لينا عرفت والدها غيتفارقوا انا هذاك المشهد راه بكيت ديال بصح بكيت. ومني صوروني وانا درتها في ستوري بقيت مني موراها مني بقيت كنعاود نشوف ديك التصويره ولات كتشدني البكيه والله الا ديال بصح حيت كنتفكر داك النهار داك الاحساس اللي حسيت به وبكيت كنعاود نحس به مني كنشوف ديك التصويره. تفكرت شي حاجه خايبه ما عرفتش ما نقدرش نقولها دابا تقدري من دابا لقدام قولها شي نهار ولا صراحه ما تبدل فيا والو باقا دانا هي دانا ولكن بغيت نقول لكم شكرا على الدعم ديالكم على الكلمات الزوينين اللي كتقولوا لي ورا كنقرا كاع لي كومونتير. بغيت نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم وان شاء الله نكون في حسن الظن ديالكم. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.